الناس الحلوين هذولي من أقرب الناس لقلبي، بعضهم ما يذكرون وش صار قبل شوي، وبعضهم ما يدري هم مين أو وين، كله بسببي أنا. تخيلوا، صحيح نسيت أعرفكم بنفسي، أنا الزهايمر. أنتوا أكيد سمعتوا عني بس ما تحبون التفكير فيني. المشكلة أن الأفلام هي خلتكم فاهمين أني موجود في دار المسنين بس، لكن كل هذه خرابيط مو صحيحة. أنا ممكن أكون موجود بأي وقت وبأي عمر، حتى من سن 30. Expect me. أنا أحب الكسل، مثلاً الناس اللي ما يستخدمون مخهم، الناس اللي تكون عندهم مسارات المخ ضعيفة وفاضية من الداخل. أكثر شيء نفسي فيه أنهم ينسوا. أنسوا. بالنسبة لكم كذا أنا شكلي لطيف وكيوت ودمي خفيف، الحقيقة أنا أبداً مو كيوت. أنا يوم أدخل عقل أحد ما أطلع منه، يعني ممكن تنسى كيف كنت تخلص أشغالك، وكأنك محتاج تتعلم من أول وجديد. مو بس كذا، أنا أقدر أنسيك اسمك بعد يا حلو. المهم الحين لو أحد مهم عندك وأنا جيت له وبدأت أخليه ينسى وبدأ هو يلاحظ ويكتئب، إلا أحتاجه منك شيء واحد، تبعد عنه وأبداً لا تلتفت وراك عشان تسوء حالته وأقدر أتمكن من ذاكرته بسرعة. أحسن شيء تتركون المريض بدون أي رعاية، عشان حتى لو تأخرت في القضاء عليه على الأقل أقدر أخليه يتوه ويضيع. عساك تذكرت، أنا لو جيت أقدر أخليك تنسى كل اللي بيصير، وحتى أخليك ما تقدر تحل أبسط المشاكل. أنا ما أخذ الناس منكم، أنا أتركهم معاكم بس عقلهم مو معاهم، يعني أخذ لي شوية أشخاص ذكريات. فالعذر والسموحة إذا نسوكم وأنتوا توكم متقابلين. للأسف هذا الرجال الناس كلهم حوله ما أقدر عليه بسهولة وأوصله للمرحلة الأخيرة. إذا حابين اسألوا المشاهير اللي قدرت أوصل لهم لما أوقف الجزء المسؤول عن التنفس والقلب. إيش فيكم؟ شكلكم خفتم شوي، انسوا انكم تموتون من الخوف. لا تنسى ان تضغط زر لايك وسبسكرايب وشير واكتب رأيك في الكومنتس.